إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. هذا لا تراني واقفا ببابه، إنما أقرع باب ربي الذي لا يغفل عني ولا يمل كثرة طلبي ولا يسأم إلحاحي. هذا ربي. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن جوده في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حاشا لمجدك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع.